جان اجيلك برضو نفس الكلام، انت عملتي ايه، استعديتي ازاي، رحت البطوله يعني، كلميني زي احمد كده عن الملابسات بتاع استعديتي ازاي، كنت بتلعبي هل في بطوله العالم اللي فنلندا دي، سوري في الدنمارك، يعني كلمينا ازاي استعديتي البطوله دي. انا دي اول بطوله ليا مع منتخب الكبار، فكانت بالنسبة لي يعني رايحة أخد خبرات أكتر، يعني مستوى مختلف عن الصغيرين. أكيد. فأنا دخلت منتخب الصغيرين وأنا 12 سنة تقريبا، بس دي أول بطولة ليا مع منتخب الكبار. فبس انت عندك 17 سنه يا طيب قولي لي ايه اللي شفتيه مختلف، يعني فرق الناشئين بيبقى الموضوع مختلف، اكيد كنت تسمع عن الجزائر، تسمع عن جنوب افريقيا، تسمع عن الفرق اللي ليها تاريخ كبير في اللعبه دي، ايه اللي شفتيه مختلف في البطوله دي، ايه اللي انت اتعلمتيه؟ يعني احنا انا منتخب تحت 19 سنه، ورحت بطوله افريقيا كان قبلها بشهر على طول، كنا في بنين وخدنا فضه، خدنا تاني، بس طبعا مستويات مختلفة تماما من تحت 19 لمنتخب الكبار. يعني كان بالنسبة لي برضو يعني اكسبيرينس مختلفة، بتفرج على مستويات، بتعلم يعني الناس تلعب ازاي، بشوف مستويات مختلفة عن اللي بشوفها في تحت 19 عامة. طب خلينا احنا عملنا تقرير عن طبعا انجاز المنتخب وعن بطولة افريقيا، خلينا نشوف التقرير ده حضرتك.